فخلينا نبدأ من مباراة الكاس، مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ونبدأ مع أحد نجوم نادي الزمالك الكبار وصديقي العزيز، أحد المحترمين اللي لازم يكون له دور في نادي الزمالك في المرحلة القادمة، لازم يكون له دور في التطهير، لازم يكون في دور لدور في المستقبل، لأن في مجموعة من الزملكاوية لازم هم اللي يبنوا للي جاي. وأعتقد وأنا بكلمه أثناء المباراة وبعد المباراة اتكلم كلام مهم جدا، لازم تلعب للفالنة البيضاء. نقش دعوة مين بيدير الفلنة أكبر من الأشخاص، والأشخاص زائلون. معايا نجم مصر ونادي الزمالك صديقي العزيز الكابتن طارق السيد، العفورة الطائرة في تاريخ نادي الزمالك وأهم الأجنحة اللي جت في تاريخ مصر. كابتن طارق السيد السلام عليكم. حبيبي أصحاب ناصر، إزاي حضرتك؟ عليكم السلام وبركاته، ومقدمة جميلة عليا، وربنا يبارك لك يا رب. لا ده احنا سنساند كل الوجوه المحترمة في المصر، كل الزملكاوية محترمين حتى لا يفهمني احد خاطئ، ولكن هناك ناس تتفانى في المرحلة القادمة، واحنا بنقدمها للجنة وبنقدمها للناس ان لازم يكون لها دور. دي ناس لا ليها في اللف ولا في الدوران، ناس بتتفانى من اجل الفالنة البيضة، ناس لازم تتكلم دلوقتي لمساندة الفرقة. احنا مع الفرقة، احنا خلف الفرقة، احنا مع الكيان، العب للكيان، مالكش دعوة بحد، ده شغلك وليك مستحقاتك تاخدها في مواعيدها، فلازم تكون وافي للفلنة. لكن الروح اللي ظهر عليها الفرقة النهاردة كانت دون المستوى بالمرة. كابتن طارق نبدأ معاك، كيف شاهدت مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟ طيب عشان بس نبقى متفقين مع بعض في بعض الكلام وبعض الامور اللي حضرتك اتكلمت فيها يا صاحبي. اتفضل. شايف ان نتيجه النهارده ممكن ما تبقاش طبيعيه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. بالنسبه لنا احنا انا شايف ان دي نتيجه طبيعيه للتاثير النفسي الكبير جدا اللي كان موجود على اللعيبه بعد بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا يا صاحبي ناصر كانت بالنسبه للعيبه حلم. اللعيبه كانت مركزه فيها بشكل كبير جدا، واللعيبه كانت يعني عملت كل حاجه الفتره اللي فاتت عشان تفوز بالبطوله دي. فلما حصل الخساره في بطوله افريقيا وعدم الفوز ببطوله افريقيا اثر بالسلب نفسيا على كل اللعيبه، واحنا يمكن شفنا بعض اللقطات اللي جت للعيبه بعد الماتش، وخاصه بعد ماتش افريقيا كان الحزن بيخيم على عدد كبير او على كلهم، مش عدد كبير، كل اللعيبه كان الحزن بيخيم عليهم. زائد ان طبيعي جدا 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 يا جماعه ان بعد خساره زي دي او بعد خساره بطوله افريقيا اللي بعتقد من وجهه نظري الشخصيه الزمالك كان افضل طول البطوله فيها، والزمالك كان الاحق بيها، لانها في الاول وفي الاخر هي الكوره كده، يعني احنا لازم نتعود ان الكوره كده فيها مكسب وفيها خساره، انت ممكن تتعب وما يبقاش توفيق حديثك، وممكن تبقى انت اقل مجهود ويبقى التوفيق والحظ معاك تقدر بناء عليه تكسب. انت يمكن ذكرت يا سعد ناصر نقطه مهمه جدا، وانا هرجع بالتاريخ لورا شويه في فتره من 99 لحد 2005. احنا في الفتره دي يمكن كان في استقرار اداري، كان الدكتور كمال درويش اللي بيدير النادي لمده 4 سنين. بعدها احنا يمكن مرينا بظروف صعبه جدا وتغيير مجالس اداره كتير، وكانت في مشاكل حصلت كتير في الفتره دي، بناء عليه احنا كنا بنخسر بطولات. احنا دلوقتي يعني 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 في الفتره دي يا صعب ناصر، ليه انا ذكرت الوقت ده بالذات او الحته دي بالذات؟ كانت في الفتره دي كل سنه بيجي لنا جهاز فني جديد وناخد بطولات معاه ونكسب بطولات معاه، وبعد كده يجي جهاز جديد تاني خالص مختلف في السنه اللي بعدها، ومع ذلك كان اللعيبه بتكسر الدنيا وبتاخد بطولات. النهارده انا موجود، بكره مش بكره، بكره فلان موجود، بعده فلان غيري موجود، هي دي سنه الحياه وهي دي الرياضه وهي دي الكوره. لازم اللعيبه الفتره اللي جايه تحاول، وانا اعتقد ان خبراتهم تديهم الحته دي يا صعب ناصر، ان هم يحاولوا يطلعوا بعض من بره المناخ اللي هم عايشين فيه، خاصه بعد خساره بطوله افريقيا. انا شايف ان لعيبه الزمالك على قد او النجوم اللي موجوده، نجوم نادي الزمالك الموجودين حاليا، على قد المسؤوليه وبيتحملوا مسؤوليات نفسيهم ومسؤوليه جماهيرهم، لان وراهم جماهيريه كبيره جدا ووراهم جمهور عظيم بيطالبهم بان هم يموتوا نفسهم الفتره الجايه
ويقدروا يطلعوا نفسهم بره المناخ اللي هم فيه. في نقطة تانية مهمة جدا، الحمد لله يمكن انا بعد خسارة النهارده بقول ان احنا ان نجد ملك قدامه وقت ولحد ما الدوري يبدأ. انا شايف ان الوقت ده لازم يستغل نفسيا، وانا اعتقد لجنة الكرة اللي موجودة كلهم نجوم كبار قوي قوي قوي، الكابتن ايمن يونس، الكابتن اشرف قاسم، الكابتن عبد الحليم علي، كلهم مروا بمراحل صعبه جدا في حياتهم ومروا بمراحل كويسه جدا في حياتهم، يقدروا يتكلموا مع اللعيبه، الجهاز الفني اللي موجود يقدر برضه يتكلم مع اللعيبه ويخرج اللعيبه من المناخ اللي هم فيه، كباتن الفرقه شيكابالا وحازم وطارق حامد وساسي وبن شرقي والمجموعه اللي موجوده اللي هي اللعيبه اللي عندها خبرات ولعب الدوري وعندها مراحل فوز ومراحل خسائر، برضه يقدروا يكلموا زمايلهم ويطلعوا، محمود علاء يقدروا يطلعوا بره المناخ اللي هم فيه ده، مش هيطلعهم غير نفسيهم مع الناس اللي شغاله معاهم. فمهم جدا احنا عايزين ايه كلعيبه، لان في الاول وفي الاخر احنا اي جهاز فني هيشتغل، اي مجلس اداره هيشتغل، ممكن يقعد يتكلم يا صعب ناصر مع اللعيبه، في اللعيبه ممكن ما مش قادره تطلع نفسها، لا اللي هينزل يلعب مين؟ اللعيب. لازم اللعيبه تقدر تطلع نفسها بره المناخ ده، وانا كل ثقه ان شاء الله باذن الله في الجيل اللي موجود دلوقتي والمجموعه اللعيبه اللي موجوده دي انها تقدر تطلع نفسها بره المناخ والجو الاحباط اللي موجود، وخساره بطوله افريقيا تسببت النهارده في خساره ماتش زي ماتش كاس مصر ده، كان ممكن نادي الزمالك يخرج بيه بره الكبوه اللي موجود فيها او بره صدمه خساره بطوله افريقيا. وانا ان شاء الله باذن الله بدعو من مناصب حضرتك يا صعب ناصر دلوقتي كل الناس اللي كان موجود واللي قاعد واللي ما كانش موجود في النادي خالص من نجوم الزمالك القدامى ان هم يقفوا جنب الفرقه في الفتره دي، ونساند الفرقه الفتره دي، ونساند لجنه الكوره ومجلس الاداره اللي موجود دلوقتي ان احنا نطلع اللعيبه دي، لان جماهير الزمالك محتاجه فعلا كل واحد فينا ان احنا نسند ونسند مع اللعيبه دي، ويبقى لينا دور ايجابي او سلبي. على الرغم يا استاذ ناصر، شوف يمكن الحمد لله رب العالمين، انا في فتره من فترات كبيره جدا الفتره اللي فاتت كلها ما كنتش موجود في النادي بطريقه عن طريق العمل يعني او عن طريق الشغل، واغلبها كان مدبر. خليني بس عكنية هذا الوقت، انا الاوان النهارده عاد كل العمال اللي كانوا مفصولين دخلوا النادي، ويوم سعيد كنت اتمنى انه ينتهي بصعود الزمالك للنهائي. النهارده الحاجه البيضة اللي بلون الفانلة البيضة الخطين حمر اللي الجماهير لازم تفرح فيها، النهارده كان يوم العدل، النهارده دخل النادي كل المظلومين والمفصولين واللي ما كانوش بيقبضوا وما لاقينش ياكلوا. فعلشان كده زي ما احنا حاربنا من اجل دخول هؤلاء المظلومين والنهارده دخلوا النادي وبعتوا لنا شكر بيقولوا ربنا يبارك فيكم، قلنا لهم الدوله مش احنا، لان لابد ان تعود دوله القانون. برضه بقول لمعالي المستشار احمد بكري وبيتابعنا وبيشوفنا هو واللجنه، وللكابتن ايمن يونس وللكابتن اشرف قاسم وللجنه الفنيه، وانا سعيد ان يبقى في لجنه فنيه بالتوازي مع اللجنه اللي بتدير، عارفه من لها ومن عليها، ولكن نذكر من ضمن الناس وبالتساوي مع من ظلم ومكانه من فتره جوه الزمالك هو طارق السيد. انا لا بقابل طارق السيد على فكره، ولا انا بقعد معاه، انا واخد على نفسي عهد اني الزمالك ولا غير الزمالك، ومسانده مطلقه للزمالك دون الحديث في مشاكل، مناصره مطلقه للزمالك الفتره القادمه. وانا بعمل ده لابد امثال طارق السيد وعلى راسهم طارق السيد كلهم مكان الفتره اللي جايه. بس انا حبيت اقطعك وانا اسف، لان بس الشيء بالشيء يذكر. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا الحمد لله حتى وانا بره النادي انا خدمت النادي، يعني وانا بره النادي انا خدمت النادي، انا الحمد لله رب العالمين، والمعلومه دي مع حضرتك ما اعرفش ذكرتها قبل كده ولا ما ذكرتهاش. انا سبب رئيسي في وجود احمد سيد زيزو في نادي الزمالك. احسن لعيب في الفرقه دلوقتي احمد سيد زيزو. دي حقيقه. يعني في ناس كتير من جماهير الزمالك ما اعرفش يعرفوا ولا ما يعرفوش ان طارق السيد اللي جاب احمد زيد سيد زيزو نادي الزمالك. طبعا عشان انا اول مره اعرف المعلومه دي على فكره. لا لا يا استاذ ناصر، الحمد لله رب العالمين، انا كنت سبب رئيسي في تواجد احمد سيد زيزو في نادي الزمالك،
اه طبعا، عشان برضه ندي كل واحد حقه، وانا صعب نصر عارف ان انت حقاني. طبعا انا دخلت احمد سيد زيزو النادي، وبعد كده امير مرتضى منصور هو اللي خلص الصفقه، انما اللي دخل احمد سيد زيزو من نادي الزمالك هو طارق السليم. احمد سيد زيزو من مواليد المنيا، وجيت مره معايا تمرينتين وانا ماسك نادي المنيا، او تمرينه واحده وانا ماسك نادي المنيا، وبناء عليه كان فتره جروس موجود، وكلمت وكيل جروس، جه خد الولد من نادي المنيا، مش من نادي المنيا ان هو هيلعب هناك يعني، او من محافظه المنيا، وراح مضاه مع نادي الزمالك وخلصوا ودخلوا نادي الزمالك بناء على رؤيه طارق السيد. انا اللي جايب احمد فتوح نادي الزمالك من هو عنده طب 15 قبل سنه. ما اسيب احمد السيد زيزو، بما اننا في هذه اللحظات كلنا نساند الزمالك، تخيل انت لما تلاقي زملكاويه كانوا بيحاربونا احنا، انا احنا كاعلام مش انت، علشان خاطر كنا بننصف وبندور على حق الزمالك، ينزلوا صوره زي دي احمد السيد زيزو. بعرضها اهي، احمد السيد زيزو شات راجل خارج من كاس منفعل، ليه في وشه ازازه ميه؟ ماها ينفع زملكاوي ينزلها ويقول الله يرحم ايام مرتضى الفرقه فكت؟ مع احترامي انا لست بصدد ان انا اتكلم عن مرتضى منصور، بعيد عن المشهد، له مني كل الاحترام والتقدير، لكن ينفع صوره زي كده زملكاوي ينشرها على صفحته ويقول الفرقه فكت ويعوض ربنا؟ ينفع؟ طب ناصر برضه عشان نبقى حقانيين، انا يمكن انا في كلامي قلت ايه؟ قلت انا صاحب وتواجد احمد سيد زيزو في نادي الزمالك ومشترك فيه، ونمره واحد بعد نمره اثنين بعديه هو الاستاذ امير منتظر، ده انصاف للحق واعطاء كل ذي حق من حقه. يعني انا اللي شفت الولد وقلت له، وجبت الوكيل بتاعه من مصر، قعدته في المنيا مع الولد ومع ابوه، وخليته يمضي معاه عشان يروح نادي الزمالك، ما يروحش حته تاني. انا بتكلم على الزملكاويه اللي بيتصيدوا الاخطاء عشان مجرد، ما هو هقول لك ممكن يكون ايه، هي في مناصرين لاشخاص. ايوه الاستاذ مرتضى له ما له وعليه ما عليه، وهنسيب التاريخ هو اللي يحكم على الناس. ماشي، الراجل عمل حاجات كويسه في النادي، انشاءات، عمل كل ده محسوب له في تاريخه وعمره ما هيتنسي. زائد ان احنا بنقول دلوقتي احنا ناس زمالك يا جماعه، انا مش مع حد ضد حد. برافو عليك، برافو، برافو عليك. وانا معاك، قفلت الصفحه، لان لا يجوز لاي محترم انه يتناول حد مشي، النيابه هي اللي بتتكلم، والصفحه قفلناها بلا رجعه. انا معاك. احنا يا استاذ عبد الناصر، انا يا استاذ عبد الناصر، يعني ممكن حضرتك كان في معارك شرسه بينك وبين المستشار مرتضى، ودي حاجه انت كنت صاحب رؤيه معينه او وجهه نظر معينه ليك احترامك فيها. انا بقول الحق لو على ابويا، وقلت وهو موجود المستشار مرتضى وهو موجود في رئاسه نادي الزمالك، اتسالت سؤال قبل كده واتقال لي انت ليه ما بتخشش نادي الزمالك؟ قلت لهم عشان انا بقول على الصح والغلط غلط. يعني انا مش هقول الكلام ده دلوقتي بعد ما مشي الراجل ان هو ما عملش ولا ما سواش، لا هو عمل حاجات كتير مفيده لنادي الزمالك، افاد نادي الزمالك في حاجات، ونادي الزمالك استفاد، وفرقه الكوره استفادت منه في حاجات كتير. مش هنقول عيوب، هنقول حسنات الراجل وهو موجود في النادي، لان ده حق انا هقوله لو على ابويا. انما برضو نادي الزمالك كيان ما بيقفش على حد يا استاذ ناصر. نجوم الزمالك، برافو عليك، الزمالك كانوا بيلعبوا بطلوا ومشيوا. هل نادي الزمالك قفل؟ نادي الزمالك مش هيقفل يا جماعه، نادي الزمالك هيفضل اسمه وتاريخه موجود، وكل واحد قدم خدمه في نادي الزمالك بيذكر. احنا دلوقتي مش موجودين في نادي الزمالك، انا طارق السيد مش موجود في نادي الزمالك، هل تاريخي ما بيتذكرش في النادي يا صاحب ناصر؟ مستحيل، هيتذكر وهيفضل يتذكر طول العمر. الزمالك، خلي بالك، الزمالك ومصر، مش الزمالك بس. انا خلينا احنا بنتكلم في نادي الزمالك، خلي مصر دي يعني الحمد لله برضه تاريخنا فيه موجود، انما احنا دلوقتي الصدى بالكلام عن نادي الزمالك. نادي الزمالك يا استاذ عبد الناصر كيان كبير واسم كبير بيبنيه في التاريخ ناس عملت له حاجات مفيده. برافو عليك. كل واحد عمل حاجه في نادي الزمالك هتتذكر له بالخير، سواء خير او شر هتتذكر له برضه. ما هو احنا برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. احنا يا استاذ ناصر مش يعني احنا لا حكم ولا احنا قضاء ولا احنا
استغفر الله العظيم يا رب بنحاسب الناس. لا، كل واحد ليه مميزات وليه عيوب. المميزات هنذكرها ما دام ان مش موجود في الحكم دلوقتي. العيوب مش هنذكرها عشان هو مش موجود خلاص. انما نادي الزمالك يبقى نادي الزمالك واولاده موجودين وتاريخه موجود باي حد موجود. لازم اللعيبه يوصل لها المعلومه دي، وانا متاكد ان لجنه الكوره بتذكر الكلام ده بقوه للعيبه، وهتتكلم في الفتره الجايه بقوه، ودول خير من يتكلموا في الكوره وافضل ناس تتكلم في الكوره اللجنه اللي موجوده. يمكن كان اختيارهم اختيار موفق جدا جدا جدا، من سواء من مجلس الاداره الجديد المستشار احمد بكري والساده المستشارين اللي معاه او الوزاره. لان مين يقول الكابتن، يعني هقول لك على معلومه برضه يا استاذ ناصر، في ناس كتير ما بيتكلموش فينا. قطاع الناشئين لما كان ماسكه الكابتن اشرف قاسم واحنا كنا شغالين معاه، هو سبب من الاسباب الرئيسيه في وجود واحد زي حسام اشرف في الفتره دي، وجابه من دمياط، واللي كان بيسعى ما جبته هو كابتن اشرف قاسم ومعاه الكابتن سعيد لطفي ومعاه طارق السيد. هل الكابتن اشرف قاسم اتقال عليه ان هو سبب نجيبه حسام اشرف؟ ما اتقالش. في ناس كتير اشتغلت بعد كده ورا الكابتن اشرف قاسم وليهم الشكر ان هم اشتغلوا مع الولاد دول وقدروا يطوروا من مستواهم، انما سبب تواجدهم فيه ما هو الكابتن اشرف قاسم ياخد حقه. كل واحد عمل حاجه بياخد حقه فيها، بس للاسف في فتره من الفترات ما كانش حد بياخد حقه في اي حاجه، وده اللي كان مزعلنا وكان اللي بعيدنا عن النادي. في مجموعه كانت موجوده بس هي اللي موجوده في الصوره، فلان يتشال فلان يتحط فلان يتبقى. طب يا جماعه ما في ولاد نادي تاني، ليه انتم باتين ناحيه؟ دي اللي كانت مزعلانا. انما في الاول وفي الاخر يا عبد الناصر كلنا ولاد النادي، كلنا نخدم النادي في اي وقت في اي ميعاد. نادي الزمالك مش هيقفل ابدا، نادي الزمالك كيان كبير واسم كبير لازم يتحافظ عليه، ولازم كمان الدوله تسقف محافظه عليه، وانا متاكد ان الدوله مش هتسيب ده يا عبد الناصر. يعني انا متاكد. اذا المطلوب من اللاعبين حتى نعود للمباراه قفل الصفحه وصفحه جايه واللعب للكيان، لان الكيان هو الباقي والاشخاص زائلون. وعلى فكره يا سعد ناصر، يعني عظماء لعيبه نادي الزمالك بطلوا. مفيش حد هيقفل لو نادي الزمالك مش هيقفل لو في حد سابه ومشي. اللي هيخسر اللعيب. كلنا قلنا ان كالتيرون خسر لما مشي من نادي الزمالك وساب نادي الزمالك. دي حقيقه. كلنا بنقول حازم امام بطل، كابتن حسن شحاته بطل، الكابتن فاروق جعفر بطل. اسماء كبيره جدا بطلت وسابت النادي، والنادي برضه واقف على رجله، والنادي هيفضل واقف على رجله، والدنيا هتمشي. انما اللعيبه مطالب منها انها تركز الفتره دي تركيز كبير. اللعيبه الكبار لازم يبقى ليهم دور كبير جدا جدا مع اللعيبه الصغيرين ومع الناس اللي ما مرتش بالمراحل دي قبل كده عشان مصلحتهم في الاول. لان انت طول ما انت بتكسب الجماهير وراك وقت وراك وهتساندك وسعرك بيزيد. لما هتخسر سعرك بيقل وجماهيريتك هتقل والناس هتبتدي تزهق منك. فانت مطالب ان انت تقول انا موجود. انا محدش على فكره يا استاذ ناصر طول تاريخنا مفيش حد اتاكل عليه جنيه نادي الزمالك. ما حصلتش في تاريخ الكوره ان في حد اتاكل عليه جنيه نادي الزمالك. فانت كده كده فلوسك هتاخدها. ممكن النادي يمر بعثره ماديه انما في الاخر هتتحل. وانا متاكد ان نادي الزمالك غني بموارده، نادي الزمالك عنده صور نادي الزمالك اللي برضه في ناس ليهم بتحفظ بترجوع حقوق نادي الزمالك فيه، اللي بيدخل ملايين، الادويات اللي دخل دي كلها ما هتدخل فلوس. السبونسر بتاع نادي الزمالك واسم نادي الزمالك نفسه بفلوس. يا جماعه ما تقلقوش، مش عايز الناس تقلق، انا شايف ان في ناس كتير متشائمه جدا، وده مش طبيعنا ولا طبيع جمهور نادي الزمالك. عصر 2005 مش هيرجع تاني. مش هيرجع تاني لو حصل ايه بالناس اللي موجوده بولاد النادي باللعيبه باي حد. هيرجع نادي الزمالك يقف على رجله، وهي سنه وعدت بخساره البطولات اللي خسرناها. ويمكن احنا السنه دي حصلنا نادي الزمالك خسر على 3 بطولات، سوبر افريقي، سوبر مصري، اعتقد كان في تاني الكونفدراليه، بدا بالكونفدراليه، الكونفدراليه الافريقيه. اه كنا مرشحين، وكنا مرشحين ان احنا ناخد بطوله افريقيا، وكنا مرشحين ان احنا ناخد كاس مصر. سنه وعدت ب3 بطولات، مش قليل على نادي الزمالك. مش قيمه نادي الزمالك
انما احنا بادئين موسم جديد او هنبتدي موسم جديد، لازم اللعيبه تركز، لازم اللعيبه تخرج من بره الجو ده. احنا قدامنا الفتره اللي جايه ان شاء الله 10 15 يوم على ما الدوري يبدا، في الفتره دي فتره كويسه جدا ان الناس تشتغل نفسيا مع اللعيبه، لان اللعيبه دي هي اللي كانت بتكسب اول امبارح، من 10 ايام كانت بتكسب اي حد. وعلى اللعيبه انها تلعب للكيان، ده مهم جدا يا كابتن طارق. ما هو ده صعب نص اللي انا بتكلم عنه. اه بالظبط. هو انا دلوقتي انا ليه بقول اللعيبه تخرج بره المناخ اللي هي فيه؟ ما هو انت قلقان على فلوسك كلاعب، من حقك تقلق على فلوسك، انما مفيش حد حقه بيبيع جوانات الزمالك، مستحيل، محدش ليه جنيه مش هياخده. ركزوا في النقطه دي يا لعيبه نادي الزمالك، مفيش حد ليه جنيه مش هياخده، لا هتاخد حقك ثالث ومكلف، مفيش حد هيتبقى له جنيه، نادي الزمالك غني بموارده. فالعبوا عشان انت متعاقد، اي لعيب في الزمالك، اي لعيب في مصر بيتعاقد مع النادي ما بيتعاقدش مع شخص او سين او صاد او عين، انت متعاقد مع نادي الزمالك، ممكن في ثانيه احنا عم نصف في عصر كورونا دلوقتي، في ناس بتموت في ثانيه، ما ممكن اي حد كان حصل له اي حاجه ومش موجود، هل فلوسك هتضيع؟ لا، انت ليك فلوس عند نادي الزمالك، متعاقد مع نادي الزمالك. انت من حقك تزعل على عشرتك مع فلان، مع سين، مع صاد، ناس محترمه كانت بتتعامل معاك باحترام على عيني وعلى راسي، انما هي دي سنه الحياه. طب ما انت بيتغير عليك مدربين، ما بتزعلش عليهم كده ليه؟ وبتلعب وبتأدي وبتموت نفسك. لا، لازم اللعيبه تركز الفتره اللي جايه، لازم اللعيبه تعيش جو البطوله ثاني، لازم اللعيبه داخله على بطوله الدوري. نادي الزمالك يا سعد ناصر، على الرغم من كل اللي بنقوله وعلى الرغم من كل الفتره الكويسه اللي فاتت، احنا في خلال 5 سنين ما خدناش غير بطوله دوري واحد، ودي مشكله بالنسبه لنادي الزمالك بالجيل العظيم اللي موجود اللي اتعمل واللي اتنشأ. نادي الزمالك كان لازم ياخد على الاقل 3 4 دوري في الفتره دي، ما حصلتش وما تحصلش، ما ينفعش. لا، انتوا جيل تقدروا تاخدوا دوري واثنين وثلاثه ورا بعض، وصفحة جديدة إن شاء الله بإذن الله، وعلى الكل أن يخلص من أجل الكيان. بشكرك يا كابتن طارق، شكرا جزيلا. حبيبي. شكرا.